أن تعبثوا معنا، جربوا وسنمحوكم خلال لحظة واحدة بمئات الصواريخ. نعم، بوتين أشعلها في وجه الغرب، والنيتو يعلن اقتراب حرب كبرى مع موسكو، وبولندا أول المستعدين رسمياً لقتال الروس. فمن سيوقف هذا الجنون؟ بولندا توجه اتهاماً خطيراً لألمانيا، فما القصة؟ ودولة أوروبية تغازل زعيم الكرملين، وهدية أمريكية جديدة لأوكرانيا، فيما بريطانيا تقطع وعداً صعباً للرئيس الممثل، فهل تفي به؟ قرارات السعودية تغضب العمسان، والعقاب للصينيين، وحفيد عثمان يستحوذ على الغاز الروسي. المواجهة الكبرى، الحرب تزداد احتداما ويحمى وطيسها يا سادة، وموسكو بدأت تشعر بالخطر، فعدوها ليس واحدا. وماذا لو وصلت النيران إليها ليقولها بوتين أمام العالم؟ أي اعتداء على أراضينا؟ فلن يكون الرد قاسيا فقط، بل إن مئات الصواريخ الساحقة ستكون جوابنا، وسنمحو عدونا عند أول لحظة اعتداء. وعلى هامش حضوره اجتماع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في بيشيك عاصمة قرغستان، صرح سيد الكرملين: إن كنتم تفكرون بضربة استباقية فنحن نفكر في خياراتنا الدفاعية. ما الذي جعل الرئيس الروسي يطلق هذا التصريح الناري؟ هنا تقول صحيفة ستارز أند ترايبز إن النظام البولندي عمل على تدريب المئات من المدنيين البولنديين للقتال استعدادا لأي مواجهة عسكرية مع روسيا. هل تفعل بولندا هذا بضوء أخضر من الناتو، أم إنه تصرف فردي قد يجر الحلفة لمواجهة مباشرة مع روسيا؟ نعم، فالأجواء مكهربة بما فيه الكفاية. وها هو الأمين العام للناتو يينس ستولتنبرغ يقولها بنفسه: إن الحرب في أوكرانيا حرب رهيبة، وقد تصبح حربا واسعة النطاق، وتتحول إلى حرب كبرى بين الناتو وروسيا. بعد أن هدد بوتين بالرد الساحق، هكذا يلمح الناتو باستعداده للمواجهة الكبرى. ونعود إلى جنون بولندا. وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاتشاك قال إن ألمانيا لا تحترم سرية المفاوضات بشأن نشر منظومة باتريوت للدفاع الجوي على الأراضي البولندية. فهل يتوقف هذا الجنون بين الناتو وروسيا عند حدود التصريحات، أم إن الأيام لها رأي آخر؟ عطاء أمريكي. الدعم العسكري لأوكرانيا ليس أمراً مقبولاً لدى جميع الدول الأوروبية، فهناك من يريد الحفاظ على شعرة ود بينه وبين الروس. وبعد أن رفضت جورجيا وهنغاريا دعم أوكرانيا بالأسلحة، ها هي بلغاريا تغازل الدب الروسي. وعلى لسان وزير دفاعها ديمتر ستويانوف: نحن نلتزم بعدم توفير أنظمة صواريخ S-300 أو مقاتلات ميغ-29 للرئيس الأوكراني. هذه المغازلة للروس تأتي بعد أن وافق البرلمان البلغاري على دعم كييف بأسلحة خفيفة وذخائر، وتدريب 60 فرداً من القوات المسلحة الأوكرانية على العمل في مجال الطب القتالي، ليغضب العجوز الأمريكي من شحة الدعم الأوروبي، ويعطي الرئيس الممثل ما بخل به الأوروبيون. المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي يعلن قرب إرسال حزمة مساعدات دفاعية جديدة بقيمة 275 مليون دولار للقوات الأوكرانية، لتخرج بريطانيا محاولة إثبات الكرم الأوروبي. فهذا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يتصل بزيلينسكي ويمنحه وعدا بإرسال مدافع مضادة للطائرات وصواريخ للدفاع الجوي خلال الأسابيع القادمة. وهنا
المندوب الصيني لدى مجلس الأمن غونغشوانغ. هذه كميات ضخمة من الأسلحة يتم تقديمها لأوكرانيا، ونحن نقلق من احتمال تحول مسارها إلى الأيدي الخاطئة. فهل سيستمر هذا الدعم الكبير للرئيس الممثل، أم إن المواقف تتغير بتغير مجريات الحرب؟ واشنطن تعاقب الصين. الأمريكان لا يستطيعون إخفاء غيرتهم، خصوصا حين يرون التنين الصيني يجلس على كرسيهم في العاصمة السعودية. وعلاقة عقود من الزمن بين الرياض وواشنطن تتبخر أمام أعينهم، ناهيكم عن توقيع اتفاقيات بما يقارب 30 مليار دولار بين بكين والرياض، وما تحت الطاولة قد يكون أكثر. لتعلن أمريكا فرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات القانونية لجمهورية الصين الشعبية والسفن التي ترفع العلم الصيني، وبموجب قانون ماغنيتسكي العالمي سيتم تجميد ممتلكات من تطاله العقوبات. قبل أيام يصرح الأمريكان بأنهم لم ينزعجوا من القمة السعودية الصينية، لينفجر غضبهم اليوم بهذه الطريقة. فكيف سترد الصين على العقوبات الأمريكية؟ والأهم من ذلك، هل ستعود العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة كما كانت، أم إن أيام العسل بينهما قد ولت بلا رجعة؟ آخر المستجدات. تحدثت وسائل إعلام عن امتلاك الجيش المصري ترسانة ضخمة من أقوى الأسلحة الروسية، أبرزها مقاتلات ميغ 29 M2 ومروحيات K-52 وصواريخ موسكيت الخطيرة ومنظومات بوك M2 وتور M2، إضافة إلى منظومة أنتي 2500. النيابة العامة البلجيكية توقف 4 أشخاص، بينهم نائب أوروبي سابق في بروكسل، في إطار تحقيق حول شبهات فساد في البرلمان الأوروبي مرتبطة بدولة قطر. ردا على العقوبات الكندية، وزارة الخارجية الروسية تفرض عقوبات على 200 مواطن كندي، بينهم مسؤولون وبرلمانيون متقاعدون وحاليون، وتمنعهم من دخول روسيا الاتحادية. تعزيزا لخطوات التقارب الاقتصادي مع روسيا، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يناقش مع المدير التنفيذي لشركة غازبروم الروسية سبل توريد الغاز الروسي للمستهلكين الأتراك، وآفاق إنشاء مركز روسي للغاز في تركيا. متابعين الأعزاء، هل ستلعب بولندا دورا في إشعال شرارة حرب بين الناتو وروسيا؟ ضعوا توقعاتكم في التعليقات.